في غياهب الأيام منسيون بأوجاعهم، أوحش منهم كل أنيس وجليس. المرضى النفسيون ومعهم المستشفى الذي يضمهم بعدن يعانون ظروفا صعبة وقاسية في ظل غياب الدعم والاهتمام والتجاهل من الجهات المعنية. في حقيقة الأمر المستشفى يعاني من أسباب ومن مشاكل كثيرة جدا وتوالت وتعاقبت عليها الإدارات، لكن للأسف الشديد لم يكن هناك نية لدى القائمين على شؤون الصحة في الوطن هذا من إعطاء أولوية وإلى اهتمام بالمستشفى. على سبيل المثال المستشفى أعتقد أنتم تلاحظون لم يطرأ عليها أي أعمال صيانة منذ افتتاحها في الثمانينات القرن الماضي. الشيء الثاني، الموازنة التشغيلية التي لا تتعدى 3,500,000 ريال يمني منذ العام 1994 لم تطرأ عليها أي زيادة. مستشفى كبير يقدم خدمات إنسانية وخدمات علاجية لأكثر من 10 محافظات. 10 محافظات يعني يوميا نستقبل حالات كثيرة جدا، تمام، على مدار الأسبوع. الحالات النفسية في ازدياد مستمر وخاصة بفعل الظروف الحالية. مذ 20 عاما ونيف والمستشفى يجاهد حتى لا يغلق أبوابه في وجه المرضى الذين يتوافدون صغارا وكبارا من محافظات يمنية عدة لتلقي العلاج. عوامل الحالات يعني اشتدت، قساوة الحياة اشتدت، أمور كثيرة يعني تعطي سبب لارتفاع عدد الحالات. وفعلا يعني عندما قرأت أنا أنه موجود أكثر من 8 مليون أو حوالي 7 مليون أو أكثر مريض باليمن، هذه حقيقة. أنا أشد الدولة الوقوف إلى جانب هذا المستشفى والدعم المعنوي والمادي لهم، والكوادر إذا في كوادر يضيفوا لهم كوادر فيها من أجل الناس. كثير يا أخي، في الناس أصيبت في حالة إحباط وحالة نفسية وحالة يعني ما لا عدد لهم. احنا بأمس الحاجة لدعم الصيدلية، لدعم المرضى باحتياجاتهم، لكون في مرضى كثير بس بسبب نقص الأدوية ما يباشروش. ظروف الحرب والأوضاع القاسية أسباب رئيسية في تفاقم الأمراض النفسية وبصورة مخيفة. منسيون على قارعة الأيام، تنهشهم الوحدة وتأكلهم أعين الناس. المرضى النفسيون في ازدياد كبير ومخيف، فماذا فعلت الحرب الحوثية بعقول البسطاء في البلاد؟ تجيب تقارير منظمة الصحة العالمية عن التساؤل وتؤكد أن 8 مليون يمني أصيبوا بنوع من الأمراض النفسية، وأن 1 من كل 4 أشخاص تأثروا نفسيا. وفي ظل غياب الاهتمام من المنظمات والجهات المعنية يبقى الله وحده الراحم والمعين. صالح حنش، الغد المشرق، عدن.